كنت تعرفوا انه منطقه المحنين هي كتشهد او كتعيش واحد الكثافه سكانيه كبيره. كنتمنوا انه هذه السكنه تبع على الايام الخمس ديال المهرجان. من طبيعه الحال المهرجان كيضم سهرات ليليه وكاين انشطه موازيه. الانشطه الموازيه اختصرنا على امسيتين ولكن هي مهدات الى روح الزغيوانيين المتوفين. من طبيعه الحال غادي تكون فيها الامداح وفيها الاذكار وفيها قراءه القران ترحما على الناس اللي غادرنا. الدوره الحادية عشرة هي بشراكة مع الجيش الجماعي ونجيش جهة مرات والدعم كذلك ديال وزارة التخطيط. كنتمناو انه عندنا واحد الهدف كنتمناو انه ندخلو في الدورات المقبلة الا وهو ان يصبح المهرجان الدولي مهرجانا عربي بحيث عندنا علاقة اتصال مع فرق من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا كيتغناو بهذا النمط الغيواني. حنا تيقلدو الغيوان تيقلدو ديالنا. اذا كنتمناو انه الدوره المقبله تشاهد تعرف المشاركه ديال هذه الفرق وهذه الدول ليصبح المهرجان الغيواني مغربي. والشكر موصول لجميع الجسم الصحفي لان لولا الجسم الصحفي والصحفيين والصحفيات لما وصل الى المهرجان الدولي الى الدوره الحاليه. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بالتحيه لكل المشاعر ورئيس المشاعر حاليا وعضو في المشاعر المزارع. فالمشاركه ديال المشاعر في هذا المهرجان كتجي من باب دور الغياب لانه شحال ديال الناس كيتظنوا على ان احنا غايبين. فالمشاهد موجودة كاينة وما كاينينش عشرة المشاهد كاين مشاهد وحدة هي اللي كاينة والحمد لله احنا غادي نوصلوا على خير. مستقبل المشاهد بين أيديها يعني في أيادي أمينة كما سبق. المشاهد حاليا كدير واحد البحث عميق على الأغلب اللي ياخذوا زمام الأمور في الشارع بكتابتها بألحانها بأدائها بقاعتها اللي غادي ياخذوا الشاب من جديد. فأنا الحمد لله دابا في سن 72 سنة فبقي ليا إلا نورا هاد الشيء واحد العامين كاع إلا طول الله العمر ونشوفوا ان شاء الله الشباب اللي غادي يحملوا المشعل ديال هاد الناس ويكملوا بهم. الشباب راه كاينه وموجوده في المدينه في ايادي امس. شكرا لاداره المهرجان الدولي لمراكش وشكرا للناس اللي صبروا على هاد المهرجان من امنها للقوات المساعده ولا الامن الوطني الحمد لله في اي منطقه. فشكرا لكم كنتم مكارم ديال الاحلام اللي كتساعدوا كتساعدونا كتمشيو معنا في الخط. فهذا مشكورين على هذا. معكم مفتاح الدرازي عضو مجموعه مسنره. هنا ان شاء الله مدينه مراكش والمشاركه في الدوره 11 من المهرجان الغيواني وهذه ليست المشاركه الاولى بل هي الثالثه. واللي كان من خلال المهرجان تنوجه الشكر الجزيل للمؤسسه الحاضنه للمهرجان لانه حقيقه مثل رافد من الروافد دعم المسير الى الامام بالظاهره الغيوانيه ان شاء الله لا سواء برواده سواء بالمجموعه الصاعده اللي كنتمنوا لهم كل التقدير والاحترام. وكذلك كانت احتفاء مجموعه من الرواد اللي دعناهم رحمهم الله لمثلوا اعمده شامخه لهذه الظاهره هذه. وكذلك هذه الدوره هي مهداه للروح الفقيد السيد الاصبهاني رحمه الله اللي كان هو احد الاعمده الشامخه لهذه الظاهره هذه. وحقيقه كنتمنى من الله ان هذه الفكره هذه تزيد مازال تعمم على مدن اخرى. هي الحمد لله كاينه في مدن الرباط مثل مطار الرباط ولكن بغينا ان شاء الله انها تزيد تعمم على باقي المدن باش تزيد هذه الظاهره وتخليها تعيش مع اجيال اخرى قادمه ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.